هي تعتبر من رقصة الحرب قديما، فحاليا يتم الحفاظ عليها بهذا الشكل اللي وصلنا إليه الآن. ما تعتبر أنها رقصة نار أو رقصة حرب بشكل أنها تسبب خطر، إلا إذا كان الشخص ليس لديه خبرة كفاية أو دراية كفاية بهذا الموضوع. أطفالنا نقوم بتعليمهم هذه الرقصة لدرجة أنهم بحول الله في المستقبل البعيد هم راح يدربوا أطفالهم وأطفال أطفالهم إن شاء الله. تدريب الأطفال يكون عادة بنفس السلاح لكن بدون أي ذخيرة حية نهائيا، يعني بشكل يعني إحنا نسميه شبه فارغ، حتى ما يتمكن من ممارسة اللعبة، فبعدها بإذن الله يكون بتدريب التدريجي.